ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهم الزوجية؟ نقول لهذه الزوجة أنه من رفع صوتها على زوجها من سوء الأدب، وذلك لأن الزوجة هو القوام عليه وهو الراعي لها، فينبغي أن تحترمه وأن تخاطبه بالأدب، لأن ذلك أحرى أن يؤجم بينهما وأن تبقى الإلفة بينهم، كما أن الزوج أيضا يعاشرها كذلك، فالعشرة متبادلة. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها، وأن لا ترفع صوتها عليه، لا سيما إذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض صوت. نعم. يقول: إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعي فما هو السبيل في ذلك؟ هل يطلقها الزوج أم يبقى معها؟ الواجب عليها أن يجبرها على أن تلبس اللباس الشرعي، وإذا قدر أنها عصت فله أن يمنعها من الخروج من البيت، لأن الولاية له عليها، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. تقول بأن تزوج من رجل كبير في السن أنجبت منه أولاد، ولكنه تقول لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيرا، إنما يذهب إلى زوجته الثانية، وأيضا هو لا يعطيها المصروف الكافي، فهل يجوز لها أن تهجره علما بأنه يصلي ويصوم؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة. أولا ينبغي لها أن توجه إليه النصيحة وتذكره بالله عز وجل، وتبين له أن الجور خطره عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وتبين أنها لم تسمح في حقها الواجب عليه، فلعله يرتدع إذا ذكر بالله وذكر بأن المرأة لا تسمح لدار حقها. ومع ذلك فإنني أقول لهذه المرأة: اصبري عليه واحتسب الأجر على الله عز وجل وقومي بواجبه، فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومقابلة العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الأمر إلا شدة، فأخشى من قابلته هذه المرأة، أي قابلت زوجها، بمثل ما يعاملها به من الجور والظلم، أن يقع بينهما الانفصام الكامل فيضجر منها ثم يطلقها بعد ذلك، وفي هذه الحال تتفرق العائلة ويتمزق الشمل، وهذا أمر خلاف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق. بارك الله فيكم. أقول سؤال بأنه شاب من جمهورية مصر العربية، وعندي مشكلة أريد أن أعرف حلها من فضيلتكم إن شاء الله، وهي بأني شاب في بداية حياتي، وذلك بأن أبي وأخي قاموا بتكاليف زواجي، وبعد زواجي أراد أهل زوجتي أن يريدون أن أسكن في بيت بعيد عن أبي أنا وزوجتي، وأنا أريد أن أجلس مع أهلي لكي أقوم برعاية والدي، وخصوصا وأنه وحيد بعد وفاة والدتي، وبدأت المشاكل بين زوجتي وأبي، وبعد فترة لا تزيد عن شهر ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها، وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة وإلحاح، فأصرت على أن تجلس في بيت أهلها، والآن أنا موجود في المملكة في جدة، وقد هدتني الهموم والمشاكل، وأريد في رسالتي هذا حل تنظرون فيه، هل أطلقها أم أصبر عليها أم ماذا أفعل؟ الذي أرى أن تصبر عليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، لعل الله يهديها. وأنت يجب أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه، وإلى كثرة الخصومة وضراوتها بينها وبين أهلك، وتقارن بين المصالح والمضار وتفعل ما هو خير، وإن أمكن أن ترسل إليها من يقنعها من معارفها ومن يقنع والديها كذلك فهو خير، كما أن الواجب عليك أيضا أن تصبر الأمر حقيقة، فإذا كان الخطأ من أهلك فجعلها في بيت وحدها، وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بواجب زوجها. جزاكم الله خيرا. تقول بأنها امرأة متزوجة منذ 37 سنة من زوج يعمل بإحدى الدول العربية، ولديها منه أولاد، وعندما تزوجته كان لا يصلي إطلاقا، وكان مدمن خمر والعياذ بالله، وكان مبتلى بالتدخين وكثيرا من المعاصي، وكان يتهاون في الصيام، والآن أصبح يصلي ويؤدي الصلوات المسجد ما عدا صلاة الصبح فيؤديها في البيت بعد فوات الوقت عمدا، ونصحته أن يشهد الصبح في المسجد مع الجماعة لكنه لم يقبل النصيحة، مع أن المسجد جوار المنزل. أما من ناحية المسكر والتدخين فما زال مصرا عليها ولم يقبل النصيحة، ووجهته
كثيرا ولكن بدون فائدة، وواجهت منه الكثير من المشاكل والمعاملة السيئة، ولا يحترمها تقول، ولا يحترم أهل هذه الزوجة. تقول: كيف أتعامل مع هذا الزوجة فضيلة الشيخ وهو يتعامل معي بالسيئة؟ إذا صح ما ذكرته من أنها تزوجته وهو لا يصلي، فالواجب عليها الآن مفارقته حتى يجدد العقد إن أرادت أن تبقى معه، وذلك لأن العقد عليها وهو لا يصلي عقد لكافر على مسلمة، وعقد النكاح لكافر على مسلمة عقد محرم لا تحل به المرأة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا هو الواجب، أن تفارقه الآن فورا من حين أن تسمع كلامي هذا. ثم إن شاءت أن يكون لها زوج، أن يكون لها زوجا، فليجدد العقد، وإن لم تشاء فلا حرج عليها وتحل لغيره. مع أني أوجه النصيحة لهذا الرجل الذي بدأ يصلي ودخل في الإسلام بصلاته أن يدع هذه المحرمات التي ذكرتها المرأة إن كانت صادقة، من شرب المسكرات والدخان وما أشبه هذا. نعم. تقول السائلة: إذا اشتكيت من زوجي لأهلي أو عند أهلي، هل يكون هذا غيبة أو نميمة؟ ليس هذا بغيبة ولا نميمة، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم فله أن يبدي مظلمته لمن يفرج عنه من هذه المظلمة. تذكر في هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ بأنها متزوجة وقد هجرها الزوج لعدة سنوات، وتحمد الله بأنها لم تقصر في أداء واجباته، وقد تزوج عليها وهجرها لمدة طويلة تقول، وحتى الآن وهي تصوم وتصلي النوافل وتقوم بأعمال خيرية، وقد تقول: استأذنته بالخروج إلى بناتي وجيراني إذا لزم الأمر لأنهم يبعدون عني مسافة 100 كيلومتر، فرفض ذلك، وحتى الصوم والصلاة النافلة طلبت منه الطلاق أو السماح فرفض كذلك، أفيدوني وانصحوني ماذا أفعل، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال: أولا، أن نوجه النصيحة إلى هذا الزوج، فإذا كان هذا الزوج قد هجر زوجته إلى سبب شرعي وفضل عليها زوجته الأخرى، فليبشر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل بين زوجاته ليتفادى هذا الإثم العظيم وهذا الخزي والعار يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وإذا كان ما قالته هذه المرأة صدقا في إضاعته لحقها وهجرها بلا موجب شرعي، فإنه ليس له عليها حق، فلها أن تصوم ولها أن تصلي ولها أن تخرج لحاجاتها، أذن في ذلك أم لم يأذن؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكنني أشير على هذه المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها، إما بغم بمعروف وإما بتصريح بإحسان، وألا يبقى الأمر هكذا معطلا، ليست مطلقة ولا مزوجة، لأن هذا ضرر عليها وتفويت لحياتها، ولعل الله يرزقها خيرا منه إذا قدر الفراق بينهما، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بارك الله فيكم.